المنتخب المصري يقترب من كاس امم افريقيا بعد الفوز على توجو 3-1 بره ارضه في مباراه قدمها كويس جدا، افضل بكتير عن المباراه اللي قدمها في القاهره. هنتكلم النهارده ايه الاسباب اللي خلت شكل منتخب مصر افضل من مباراه القاهره، وازاي حسام البدري قدر يطلع الشكل بتاع المنتخب زي ما شفناه النهارده. بس طالما وصلتك الحلقه دي انزل اعمل لايك واعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس اول مره تشوفني عشان كل حاجه تجيلك اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. المنتخب المصري النهارده بدا المباراه بسبع تغييرات في التشكيله الاساسيه. بدا في حراسه المرمى محمد الشناوي قدامه الونش حجازي، الثلاثي دول لعبوا المباراه اللي فاتت، لكن ناحيه اليمين احمد توفيق بدل محمد هاني المصاب، وناحيه الشمال ايمن اشرف بدل احمد فتوح، اثنين في نص الملعب حمدي فتحي وطارق حامد بدل النني والسوليه، قدامهم بيلعب قفشه بدل عبد الله سعيد، ناحيه الشمال بتريزيجيه، وناحيه اليمين محمد شريف بدل زيزو، وكمهاجم وحيد احمد حسن كوكا بدل مصطفى محمد. المباراة اللي فاتت في القاهرة كان منتخب مصر بيحاول يعتمد على الكرات الطويلة، واي لاعب في الملعب كان بيستلم الكرة كان بيعلق الكرة الطويلة للثلاثي الهجومي او الرباعي الهجومي، لكن النهاردة لا، شفنا شكل مغاير نوعا ما، شفنا المنتخب المصري بيحاول يلعب على الارض شوية، المنتخب المصري بيحاول يشتغل من عمق شوية، واللي خلانا نشوف منتخب مصر يشتغل من عمق ادانا حلين او ثلاث حلول من اللعيبه اللي في الملعب تخلي منتخب مصر او يقدر منتخب مصر يلعب على الارض كويس. اول حل وهو قفشه كصانع العاب واللي بينقل الكوره من الهجوم للدفاع كويس جدا وبسرعه شديده، افضل من عبد الله السعيد اللي كان بيبطل هجمه كتير جدا في مباراه الذهاب. والحاجه الثانيه اللي كان بيساعده في التقدم النقطي الهجوميه كان حمدي فتحي علشان يساعده في التقدم والضغط على لعيبه توجو واستخلاص الكوره، وكمان يساعده في المهام الهجوميه. والحاجه الثالثه او العنصر الثالث اللي كان بيشارك في المهام دي هو حسن كوكا اللي كان بينزل كتير جدا لنص الملعب عشان يشارك في الحته دي، وده اللي خلانا نشوف احمد حسن كوكا النهارده على حساب مصطفى محمد، لان حسين البدري النهارده كان بيعتمد عليه كتير جدا بره منطقه الجزاء مش جوه منطقه الجزاء. كنا بنشوف كتير جدا احمد حسن كوكا بيخرج من بره منطقه الجزاء وبينزل لنص الملعب وبتخلي الاطراف بتاعتك او الوينجات تخش للعمق سواء تريزيجيه او محمد شريف، وبتلعب الكوره في ضهر المدافعين او كرات طوليه وفي ضهر المدافعين، وده اللي خلانا نشوف جول محمد شريف وجول تريزيجيه من الناحيه دي او من الحته دي. الاول المنتخب مصر كان مميز جدا ان قفشه عرف يستخلص الكره، قدر ياخد السكند بول من دفاع توجو وقدر ياخد الكره ويلم على يمينه ويركن مميز جدا من البعيده. والجول الثاني بصراحه مميز جدا ان هو اسيست من محمد الشناوي، نزلت محمد شريف راح انقض عليه على طول وجاب الجول الثاني. بس بعد الجول الثاني منتخب مصر مهديش، بس منتخب توجو بما انه بيلعب على ارضه هو كان واخد ثقه نوعا ما. المنتخب المصري بعد الجول الاول تراجع نوعا ما شويه لورا، بقى بيلعب تحت الكوره، ما كانش بيحاول يضغط وكان بيحاول يباخد الفريق التوجولي، وكان بيحاول يرجع لورا شويتين ثلاثه وبياخدوا الهجمات المرتده، ودي حاجه كانت مضايقاني جدا في المنتخب المصري، ان انت اديت حريه لتوجو اللي هي تصنع لعب، اديتها الحريه اللي هي تاخد ثقه، وكمان اديتها الحريه اللي هي تبدا من هجمه من تحت لفوق، وكمان الحريه الاكبر ان انت كنت بتسيبهم يرفعوا عرضيات، كان عندك ثغره باينه جدا 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 مباراه النهارده وهي احمد توفيق. احمد توفيق مباراه النهارده كان بيقدم مباراه من اسوأ مبارياته بصراحه، اللي في الناحيه الدفاعيه كنا بنشوف احمد توفيق في التغطيه العكسيه كان بتاخد منه الكوره، في الكرات العرضيه كان بتاخد منه الكوره، حتى في الواحد على واحد كانوا بيعدوا منه، فاحمد توفيق النهارده كان سيء بكل المقاييس. اللي كان ممتاز جدا في الناحيه الدفاعيه وكمان نوعا ما لما كان بيتقدم هجوم هو ايمن اشرف في الباك ليفت، وكمان لما كان بيعمل التغطيه العكسيه، ودي حاجه مميزه ان هو اصلا بيلعب سنتر باك في الاهلي، دي مميز اللي هو بيلعب باك ليفت، لما كان بيخش التغطيه العكسيه تقريبا بيرجع لمكانه الطبيعي اللي هو انا كده متعود على المكان ده، فكان بيشيل كذا كوره كويس جدا في التغطيه العكسيه، وكان بيحاول يغطي التغطيه العكسيه ويقفل على الهجوم بتاع توجو، وقدر كمان يستغل الحته دي. فايمن اشرف عمل مباراه كبيره جدا 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 النهارده، ونص الملعب شفناه النهارده متكامل، او نص الملعب ما كانش اللي بيعدوا منه بسهوله، لان الثنائي بتاع نص الملعب مميز جدا، حمدي فتحي وطارق حامد لا غنى عنه في منتخب مصر. طارق حامد قعد المباراه اللي فاتت الدكه، كان منتخب مصر بيخترق من عمق كتير جدا، لكن النهارده شفنا لما طارق حامد موجود كان الضغط واستخلاص الكوره كان مميز، وكمان حمدي فتحي لما كان بيستخلص الكوره بيطلع من تحت لفوق، وقفشه لما كان بينزل بيسنده كان مميز جدا. النهارده المنتخب المصري كان شكله مميز، وكان النهارده فارق عن مباراه القاهره بسبب انه بدا يلعب على الارض. المباراه اللي فاتت كنت بتلعب كرات طويله كتير 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 كتير، فادى اللي انت مش عارف تلعب كوره اصلا، ادى اللي انت مش عارف تفك التكتل بتاع توجو، لكن النهارده بتلعب كوره على الارض، والكوره على الارض والنقل الكتير ده بيخلي الفريق اللي قدامك يفك
يخلي الفريق قدامك يطلع يضغط عليك، يخلي الفريق قدامك يعمل ستريتشنج ويبقى في مساحات ما بين الخطوط وما بين اللاعبين عشان تقدر تخترق منها. لكن انت كنت بتلعب كرة طويله ومباراه الذهاب ادى ان انت شكلك يبقى سيء. وكمان في كذا عنصر في المباراه اللي فاتت كان مش مخلي منتخب مصر يستحوذ نوعا ما، او مش مخلي منتخب مصر شكله كويس في التحولات الهجوميه او التحولات من الدفاع للهجوم. ده اللاعب الاول والصريح اللي احنا شفناه عبد الله سعيد. عبد الله سعيد في مباراه الذهاب كان بيبطئ الهجمه بشكل كبير وشكل سيء. اللي انت اول الكره ما بتيجي في رجل عبد الله سعيد بس خلاص الهجمه خلصت، لان هو العبال ما استلم ويلف ويبص على الملعب ويطلع الكوره يكون فريق توب كله رجع الارض الملعب. لكن شفناه النهارده افشل، لما كان بيستلم الكوره كان على طول بيلف ويطلع الكوره ناحيه اليمين ويطلع الكوره ناحيه الشمال او طلع الكوره طول الكوكا. كنا بنشوف شغل المنتخب مصر. منتخب مصر يخرج الشوط الاول 2-0 دي مميز جدا. دخلنا الشوط الثاني بريحيه اكتر، هاديين اكتر. منتخب توب هو اللي محتاج يستحوذ، محتاج هو اللي يفتح ملعبه، محتاج هو يهاجم علشان يرجع في المباراه. والمنتخب المصري كان ثابت وكان هادي وكان متماسك جدا جدا. وكمان تغييرات حسام بدري ما كانش فيها خطوره كبيره، وعمل تغييرات مركز بمركز. خرج تريزيجيه وراح منزل خرج قصدي محمد شريف راح منزل زيزو، خرج احمد حسن كوكا ونزل مصطفى محمد، وخرج كمان الاثنين اللي خرجوا قفشه وتريزيجيه ونزل عبد الله وتنزل رمضان. يعني تغييرات مركز بمركز. ولما سبحان الله يعني لما الثلاثي دول رمضان وزيزو وعبد الله سعيد وبالاخص عبد الله سعيد، الهجمه بتاعت منتخب مصر بقت بطيئه جدا 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 جدا. انا مش بعيب عبد الله سعيد، عبد الله سعيد من افضل صناع اللعبه في مصر، لكن في الوقت الحالي عبد الله سعيد ما لعبش اساسي. افشل ويلعب اساسي في منتخب مصر، وعبد الله سعيد يجي له بديل في نهايه الشوط الثاني، ينزل اخر ربع ساعه، ينزل اخر ثلث ساعه، تبقى عايز مثلا خسران وعايز تستحوذ على نص الملعب او تزود لعيبه هجوميه فتنزل عبد الله سعيد. لكن عبد الله سعيد يبدا المباراه اساسي وتلعب بيه 90 دقيقه كامله، لا دي صعبه جدا 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 بصراحه. عبد الله الرضا لما نزل ابتدى يبطئ الهجمه ويهدي الهجمه. شفناه في مباراه الذهاب كان سيء، مباراه الرضا لما نزل سوق الفريق. لكن اللي عجبني منتخب مصر نوعا ما بقى فيه لمحات يدينا امل، وده بصراحه من وجهه نظري مش من حسام البدري. يعني منتخب مصر النهارده كان مميز مش فكريا، كان مميز على العناصر، على مستوى العناصر، لان كذا كان في كذا عنصر في ارض الملعب بيحاول يثبت نفسه، بيحاول يقول لا انا موجود، زي قفشه، زي محمد شريف، زي ايمن اشرف، زي حمدي فتحي. كل اللعيبه دي بتقول انا موجوده، انا عايز اخد مكان اساسي في المنتخب. فكان بيحاول يطبق كل ما عنده، فده اللي خلى منتخب مصر شكل كويس في مباراه النهارده. جاب جون اول قفشة مميز جدا، جاب جون تاني محمد شريف مميز جدا، جاب جون تالت تريزيجيه كويس جدا جدا جدا. تخرج بره ارضك كسبان 3-1 دي حاجه مميزه، وتديك دفعه في المباريات اللي جايه وهي مباراه كينيا وجزر القمر في مباريات التصفيات اللي تبقى في شهر 3 ان شاء الله باذن الله. كده كده منتخب مصر صعود لكاس الامم مضمون سواء تصعد اول او تصعد تاني، كده كده تصعد كاس امم افريقيا. لكن هتعمل ايه في كاس الامم انت لو لعبت منتخب تقيل زي الجزائر، زي تونس، زي المغرب، زي غانا، زي كوت ديفوار، زي نيجيريا؟ هتتقلع حرفيا، هتتقلع، مش هتخسر، هتتقلع لو بتلعب بالمستوى اللي شفناه في القاهره. لو بتلعب بالمستوى اللي شفناه في القاهره هتتقلع. والتشكيله اللي لعبت بيها القاهره دي هي شبه التشكيله اللي خرجنا بيها من كاس الامم في مصر. خلينا ندرس تشر من جنوب افريقيا تقريبا بنفس التشكيل ده، بشويه بس تغييرات من بعض العناصر بس. وكمان اللي هيفيد منتخب مصر رجوع محمد صلاح سواء في تصفيات الشهر 3 او في كاس الامم ان شاء الله، ده هيفيد ويدي قوه كبيره جدا لمنتخب مصر. لكن منتخب مصر واحد يسالني يقول له منتخب مصر كده كده هيصعد لكاس الامم، اقول لك هيصعد لكاس الامم، لكن هنعمل ايه في كاس الامم؟ هنا السؤال. هل حسام البدري يقدر يعمل حاجه بمنتخب مصر او بالجيل ده في كاس امم افريقيا 2021 في الكاميرون؟ الله اعلم. بس الشكل اللي احنا شفناه النهارده نوعا ما يدينا بصيص من الامل، محدش عارف. او انا من وجهه نظري قلت اللي احنا شفناه النهارده ده كان مميز على مستوى العناصر مش على مستوى فكر الجهاز الفني. هل الجهاز الفني قدر يرتب اوراقه، قدر يراجع اوراقه ويطلع لنا الشكل ده، ودي كانت التعليمات من حسام البدري؟ الله اعلم. بس في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد. قول لي رايك انت في الكومنتس. منتخب مصر هو مباراه الذهاب والمعسكر هيكون مباراه الذهاب ومباراه العوده، قول لي توقعك. هل هنصعد كاس الامم ولا انا بقول هنصعد كده كده؟ وقول لي هل توقعك زي ولا لا، وقول لي لو صعدنا هنعمل ايه في كاس الامم؟ هنخرج من الادوار الاوليه ولا ممكن ناخد البطوله؟ قول لي توقعك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك كريتيف على تويتر. وكمان معاك مصطفى عشان الحلقه الجايه. سلام.